10 فوائد للعلكة الخالية من السكر. كثير من الأشخاص يمضغون العلكة للتسلية أو لعمل الفقاعات فيها، لكنهم لا يعلمون أن للعلكة الخالية من السكر فوائد عديدة للجسم وقد تكون مفاجئة. أولاً، تحسين التركيز والذاكرة. آخر الدراسات أثبتت أن العلكة تعزز من الأداء العقلي ووظائف الإدراك مثل التركيز والذاكرة وأوقات رد الفعل. إن مضغ العلكة يعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره يزيد من كمية الأكسجين المتاحة للدماغ، مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي. ثانياً، تحسين اليقظة. أظهرت العديد من الدراسات على أن العلكة يمكن أن تزيد من اليقظة، ويعتقد أن حركة مضغ الفك تحفز الأعصاب وأجزاء من الدماغ المرتبطة بالاستثارة، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم. هذا قد يساعد الأشخاص على الشعور باليقظة أو الاستيقاظ لفترة أطول. كما يعتقد أن نكهة النعناع تكون مفيدة بشكل خاص لهذا الغرض. ثالثاً، التقليل من الإجهاد والقلق. العلكة يمكن أن تساعد على تخفيف الطاقة العصبية وتجعلك تشعر بالهدوء. عادة ما يكون مضغ العلكة بديلاً رائعاً للعادات العصبية مثل قضم الأظافر وهز الأرجل أو في حال الشعور بالضغط. ودعماً لهذا، أثبتت الدراسات أن مضغ العلكة الخالية من السكر يساعد على التقليل من هرمون التوتر والكورتيزول الذي يتم إطلاقه كرد فعل الجسم لحالات الضغط. رابعاً، حماية الأسنان. توصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بمضغ العلكة لمدة 20 دقيقة بعد تناول الوجبات، حيث ثبت أنها تقلل من طبقة البلاك والترسبات وتشجع مين الأسنان وتقلل من التجاويف، كما أنها تقلل من التهاب اللثة. السبب في ذلك هو زيادة تدفق اللعاب، مما يقلل من تواجد الحمض على أسنانك التي تسبب التسوس وتلحق الضرر بها. خامساً، تقلل من الحرق والارتجاع الارتداد المريئي. بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الارتداد المريئي والحرقة، فإن مضغ العلكة بعد تناول الوجبات الطعام قد يساعد في التقليل من الحمض في المريء، وذلك من خلال زيادة إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة أكبر. سادساً، إنعاش النفس. إن كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة وتريد التخلص منها، عليك بتناول العلكة، لأنها تعمل على انخفاض مستوى البكتيريا في الفم التي تسبب رائحة الفم الكريهة. سابعاً، تساعد المدخنين بالإقلاع عن التدخين. إن العلكة ليست بعامل رئيسي للإقلاع عن التدخين، ولكن الاستعانة بالمنتجات مثل علكة النيكوتين من الممكن أن يساعد بذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن مضغ العلكة يساعد على تخفيف خفيف من الرغبة الشديدة للفم على تدخين السجائر. ثامناً، العلكة تخفف من جفاف الفم. هناك فائدة أخرى للصحة الفموية من مضغ العلكة الخالية من السكر، وتشمل مكافحة جفاف الفم. إذ لوحظ أن مضغ العلكة خالية السكر يحفز اللعاب ليصل إلى 10 أضعاف معدل الراحة. تاسعاً، العلكة الخالية من السكر تخفف من ألم الأذن أثناء رحلات الطيران. في حال وجود ألم في الأذن بسبب تغيرات ضغط الهواء أثناء الإقلاع والهبوط على متن طائرة، عليك بتناول العلكة لأنها تعتبر الطريق الأسهل. هذا يساعد على إنتاج اللعاب، والذي يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن في الضغط في أذنيك. عاشراً، العلكة تساعد على التخفيف من الوزن. مضغ العلكة يساعد على قمع الرغبة الشديدة ويجعلك تأكل أقل. في الواقع، تساعد مضغ العلكة على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الوزن. وتشير دراسة أجريت سنة 2009 في اتحاد الجمعيات الأمريكية لعلم الأحياء التجريبية إلى أن العلكة تستخدم كأداة سهلة وعملية لإدارة الرغبة الشديدة واستهلاك الوجبات الخفيفة وخاصة الحلويات. وهناك دراسة أخرى نشرت في علم وظائف الأعضاء والسلوك في سنة 2015، تشير إلى أن مضغ العلكة قد يقلل من الجوع عن الطعام، ربما من خلال التعديلات في استجابات هرمون الأمعاء المتعلقة بالشبع. والآن، هذه بعض المعلومات يجب أن تعرفها عن العلكة. إذا كنت تعاني من أي نوع من آلام الفك أو اضطراب الصدغي الفكي، يجب عليك الامتناع عن مضغ العلكة.
مضغ العلكة لا يكون بديلا للفرشاة والخيط الطبي، وهي أمور يجب استخدامها للحفاظ على نظافة وسلامة صحة الفم والأسنان. عند شراء العلكة عليك باختيار الأصناف الخالية من السكر لتجنب الأضرار التي قد تلحق بأسنانك بسبب السكر.